هذه حديقة زارق، ولا يبقى شيء كما كان في البداية. لمغادرة هذه المتاهة عليك البحث عن من يدعى جاك النباتي. تحياتي سير فورتسك، اسمي جاك النباتي، أنا زعيم الألغاز وهذه المتاهة اختصاصي. لك حرية المغادرة فقط عندما تحل أربعة من ألغازي. الأحجية صعبة، محيرة ومعقدة لدرجة أن أحدا لم يستطع حلها قط. ها ها ها، الآن إليك لغزي الأول. في الليل تأتي من دون أن تلاحظ، وفي النهار تفقد من دون أن تسرق. أحسنت أيها السيد الفارس، لغز النجوم لم يكن سوى مزحة. أحب أن أبدأ دائما بلغز سهل. عد إلى هنا ولن تكون أحجيتي التالية بسيطة. أعيش من أجل الضحك ومن أجل الجماهير، لا أساوي شيئا من دونهما. أظهر للمهرج أنك مكترث عن طريق نشر الابتسامات من حوله.
كان هذا مهرجا. هذا ذكي جدا. أسرع أيها السيد الفارس، لأنني أتمنى أن أرى اليأس على وجهك عندما تسمع أحجيتي الغامضة التالية. الوجه يشبه الشجر، والجلد يشبه البحر. أنا وحش كبير، لكن الهوامة تخيفني. الوجه يشبه الشجر، والجلد يشبه البحر. أنا وحش كبير. Thank you.
هل لاحظت خدعتي؟ تظاهرت بأن اللغز كان صعباً، لكن في الحقيقة كان من الواضح أنه فيل. لكنني هذه المرة أشفق عليك. كانت إجابة لغزي التالي المحيرة مستعصية على أفضل العقول في جيل كامل. تعال. أحب القمر والنجوم ولا أقترب من الشمس. أبعدني بضوء شعلة وستراني أستدير وأهرب. استغرقت وقتا طويلا كي أحلها. حسنا، الأمر شنيع كما يبدو، لكن ضحى فكري الشاسع عقلك الذي لم يتحلل. عد في الحال وسأمنحك جائزتك.
تظن أنك ذكي جدا صحيح؟ تفضل أيها السيد الحاذق، أضمن لك حرية المرور من متاهتي. أعثر على طريق لخروجه.
تذهب وتعود وكأنك لعبة. السيد فورتيس كي، أود التحدث إليه. إن كان زورات بهذا السوء، لما إذن يجب أن تكون أنت من يعود؟ لما أنت بشكل خاص يا فورتيس كي؟ كان يفترض أن أعود أنا، بلاد موناث حاصد الرؤوس. أثناء حياتي كنت محاطاً على الدوام بأكوام مبعثرة من القتلى، بينما أنت قضيت معظم وقتك بتنظيم الحراس ولعب الكروكي مع الملك. على الرغم من هذا، فسأعيرك فأسي. يمكنك أن تلوح بها أو أن تلقيها، فهي متعطشة للدماء بقدري تماماً. فليرتوي عطشك من دماء شياطيني يا جميلتي القيمة. Thank you.
كم تسرني رؤيتك حقاً. حاول زاروك أن يجبرني على تسليم قطعة الظل الأثرية. ينوي إطلاق الشياطين من مقبرتهم تحت الغابة المسحورة، لكني قلت له: لا يمكنك أن تلمسني أيها الثرثار النحيف، فأنا العمدة. أجل قلت هذا، لكنه حبسني هنا مع هؤلاء المجانين. أمر فظيع، لم أسمع أي كلمة منطقية من أي شخص منذ أسابيع. حسناً، سأخرج قليلاً. شكراً، تفقد المكان جيداً. ترك زاروك بعض الأشياء التي أظن أنها قد تكون ذات نفع لك. أوه دانيال، لدي شيء هنا يمكنني منحك إياه، إلا أنه لا فكرة لدي. ما هو بالضبط؟ هل تود؟